طيب، مباراة فيوتشر تيفا كانت بعد التتويج بالكونفدرالية، اتكلمنا عن ايه اللي حصل بعد التتويج بالكونفدرالية. بص، احنا لما جينا اتكلمنا ان بطوله الكونفدراليه كانت مهمه جدا للموسم بتاع الزمالك. ليه؟ انك انت عندك كان عندك مشاكل كتيره من الموسم اللي فات، انك ما خدتش اي بطوله، بتواجه صعوبات دلوقتي انك عندك ايقاف قيد، عندك مشاكل ماديه بتواجه الفريق الكره، فالبطوله كانت مهمه جدا انها بتديك الراحه وتديك الامان شويه، وكمان بتبني على العناصر الموجوده دي. يمكن احنا بنشوف العناصر الموجوده بتبني فيما بعد، لانك انت داخل على مرحله مهمه جدا وهي مرحله ما بعد الكونفدراليه. صحيح. انت عايز تعمل ايه بعد اللي الكونفدراليه؟ اللي بعده ايه؟ الدوري، هنعمل بالزبط. ايه في الدوري؟ المنافسه على الدوري هتبقى عامله ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي باستفاضه. ان الفكره بقى، انت دلوقتي خلاص خلصت الكونفدراليه. صحيح. واهم ملف في اللي انت خلصت الكونفدراليه انك ضمنت المشاركه الموسم الجاي بصفتك حامل اللقب. النقطه دي مهمه في ايه؟ بتشيل عليك الضغوط تماما. خلاص بقى انت دلوقتي مرتاح، انت فكره الترتيب ومش الترتيب ومركزك بتلعب بقى بدون ضغوط. انت هتعمل ايه بقى فيما قادم؟ النقطه اللي انا مش حاببها اللي احنا بنتكلم، انا بتكلم عن وجهه نظري الشخصيه. اتفضل. انت لما تيجي تلعب، وانا دايما بكتبها، ما ينفعش ترمي الفوطه في اي ليه؟ انت اللعيبه دي مش هتصحى من النوم وهتروح التمرين وهتيجي اخر الشهر عايزه تاخد مرتباتها. اكيد. واحنا مش بننزل نغطي المباريات دي. طيب. وفي بس يعني في انت مكمل في المنافسه ومكمل في المباريات وهتلعبها، وفي رواتب بتدفع وفي مسؤوليات عليك. فانا ليه بندي اعذار؟ انت العب. صحيح. وخدها، الكلام كله بتكلم مع مصعد، خد المباراه خطوه خطوه، يعني خد البطوله ماتش بماتش. ما تزنقش نفسك ان انت لسه في اول السلمه وبتفكر في الاخر. اصل انا هعمل ده كله وانا ممكن في الاخر ما اخدش، ده ايه المشكله؟ بس انت كده كده الزمالك لما بيخش اي بطوله او اي منافسه بيبقى هدفه الايه؟ ان هو هدفه البطوله، انا هدفي بنافس على البطوله. انا بلعب على المنافسه. انت دلوقتي جات لك ميزه مهمه جدا، انك الضغط النفسي ما بقاش عليك، يعني واضحه. الضغط النفسي دلوقتي بقى على حامل لقب الدوري السنه اللي فاتت ومتصدر الدوري حاليا بيراميدز، هم دول الضغط عليهم. واحد هو المتصدر، واحد هو حامل لقب. فانت ما فيش ضغوط عليك دلوقتي، العب بقى. العب كورتك والعب باشكال مختلفه، لانك انت هتواجه ضغوط غير طبيعيه الفتره الجايه بعد فتره توقف في ضغط عدد الماتشات. انت بتتكلم برضو ان في حاجات مشكله بتواجه جوميز. انا برضو لازم اديله اعذاره في حاجات بنتكلم فيها مصعد. اول حاجه، لحد دلوقتي هو مش عارف تواريخ الجولات اللي معلن لحد دلوقتي 8 ماتشات بس. هو مش عارف الباقي، هو فاضله 17 ماتش، هو مش عارف هيلعب ايه، مش عارف ميعاد محدد هينهي بيه الدوري، مش عارف حتى مباراه الكاس اللي اتاجلت دي هتتلعب امتى. يمكن بتوع مباراه بروكسي اتكلموا يا جماعة المباراة اتأجلت مفيش مشكلة، بس لما تيجي تتلعب في أول موسم، لأن أنا دلوقتي لعبت خلاص خدت أجازة وبستعد لموسم جديد، ما ينفعش تيجي في النص وفي ضغط تروح لعب لي ماتش. فأنت حتى كأس مصر مش عارف هيتلعب إمتى. زاد عليهم موضوع السوبر الإفريقي، انتشرت أخبار كتيرة إن السوبر الإفريقي في يونيو في يوليو. طب يا جماعة بإزاي؟ السوبر الإفريقي أصلاً ميعاده يبقى قبل بداية الموسم. صحيح. بجانب إن الموسم ده أنت عندك يونيو هيبدأ اليورو، وعندك كوبا أمريكا، ولما يخلصوا هيبدا الاولمبياد. فما اظنش ان الكافي هيفكر ان هو يحط سوبر افريقي في وسط المعمعه دي، لان صح. انت عندك في منتخبات بتشارك وفي بطولات مجمعه شغاله، توقيتها صعب جدا. صحيح. فانت لازم هتحطها في بدايه. لحد دلوقتي برضو المشاكل اللي هتواجه الراجل ان هو مش عارف ميعاد محدد. مش عارفين ميعاد محدد لارسال موعد الاسماء بتاعه الفرق اللي هتشارك في البطولات الافريقيه الموسم الجاي. هل انت هتاخد بنتائج الدور الاول؟ هل انت هتاخد بنهايه الموسم؟ او الحاجات دي لازم تعلن عشان الراجل نفسه. دي الموضوع ده بيفرق معاه تماما، وبيفرق في افكاره في الملعب والشغل والتشكيل اللي هو هيعمله. ما انت دلوقتي لما تيجي تقول لي انا هاخد من الدور الاول، خلاص انا عارف ان 15 يوليو الدور الاول عندي هيخلص، هحدد مصيري 15 يوليو، فيما بعد انا خلاص كده انا عرفت مصيري، فيما بعد انا بقى متاهل كده كده للكونفدراليه. تفكيري نفسه هيختلف. لو انا هلعب ماتشات الدور الثاني هبدا بقى اجرب، هبدا اطلع لعيبه، هبدا اوزع شغلي. فانا بتكلم ان الراجل معذور. طب هل السوبر ده عشان خاطر كاس امم افريقيا فاتحدد ان هو يبقى 25 26؟ هو اصلا كاس امم افريقيا لحد دلوقتي
مش متحدد هيبدا امتى. يعني احنا سمعنا هو يبدا يوليو 2025 رجعوا التقارير المغربيه قالت لا ده هيبقى في ديسمبر ويناير بالزبط. ديسمبر 2025 ويناير 2026 وانت اصلا عندك كاس عالم في الصين فانت مش عارف لحد دلوقتي. زائد الفيفا لسه اعلن من اسبوعين ولا من اسبوع اقامه بطوله كاس العرب كاس العرب المنتخبات فيفا عرب فانت مش عارف المواعيد كلها داخله في بعض فداخله في بعض وانت مش عارف انت هتعمل ايه. حتى الموسم الجديد احنا هنبداه امتى وهننهيه امتى. المواضيع دي بتفرق في الاستعدادات. فانا بكلمك في النقط دي كلها هي دي الحاجات المهمه انت تقعد تمسك ورقه وقلم كده تبني عليها مرحله ما بعد الكونفدراليه انت عايز تعمل ايه. ودي مهمه جدا ان يكون المدرب ويكون منظومه الزمالك كلها هي عارفه هي عايزه تعمل ايه. انا بقول لك في المقام الاول انت لازم تلعب كل مباراتك على المكسب لان ان تاخد النتائج بتاعه الدور الاول هتبقى صعبه جدا. ليه؟ هيحصل مشكله ما بين انبي والمصري ان هم متساويين في النقاط وهيحصل مشكله. فانت عشان تتدارك المشكله دي لازم هتستنى لنهايه الدوري فانت يبقى عندك فرصه في نهايه الدوري انك تقدر تنافس على مقعد مؤهل لدوري ابطال افريقيا. طب مين المنافس ليك؟ هو بيراميدز ان الاهلي توج بلقب دوري ابطال افريقيا فاصبح هيشارك في دوري ابطال افريقيا الموسم الجاي بغض النظر عن مركزه. صحيح. والنظام الجديد اللي اتعمل من الكاف اللي هو غيروا اللائحه كانت الاول ممكن تاخد ثلاث فرق قال لك لا اقصى عدد فريقين بس من دوله واحده. فاصبح ان الاهلي هيشارك ومعاه الفرقه الثانيه اللي هي اعلى نقاط. سواء الزمالك او بيراميدز. هو دلوقتي المنافس بتاع الزمالك هو بيراميدز على المقعد المؤهل وكمان بيراميدز هو المتصدر الدوري فانت بتتكلم ان بيراميدز دلوقتي هو المنافس بتاع نادي الزمالك اللي هو لازم يركز عليه. وبيراميدز 53 نقطة وانت 28 ففرق 25 نقطة وفرق خمس ماتشات. يعني حتى لو كسبت الخمس ماتشات هيبقى فرق 10 نقط بينك وبين بيراميدز.